لكن إذا جاك واحد في الشارع يطلب منك تساعده باش تقنع بابات بنت ما حبش يزوجها بيه لكي يتراجع على قراره، أكيد راح تكون محرج نوعا ما وتقدر تتدخل. العزيز الله يسترك معي، يرحمها عندي مشكل معه، ما حبش يفهمني باللي باسكو انا هدرت معك هنا يا خلاص انا فوق اكس باسكو تقدر تخنعو بلي هدرت معك خلاص. يرحم بابك يا عمو. لاش واش من سبه؟ علاش ما عندوش مالي؟ ما يعرفش مالي، يعرفش مالي ماشي معروف. تما وشنو انا؟ ها تما وشنو انا؟ واش ولد الحرام ديرك تما؟ ايوا واش كيفاش يعيطوا لواحد اللي ما عندوش مالي؟ باكي شوف شوف بحال اسمح انا ما دخلتش روحي حاجه 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 تاعكم، ولكن شوف على كل حال وجهي لنا شاور طفل ما حابش شاور طفل. شوف ما تهضرش معه، هو دارك لي ما هضرش معه، تهضرش معه شوف شاور بنت. انت ما عندكش فاميليا، ما عندك لا باباك لا يمك، شكون يجي يخطب؟ شكون؟ شوف كاين اللي داوهم باباهم ويماهم، سمعني مليحه، باباهم ويماهم دوش فيهم الخير. C'est vrai, c'est... mettez vous à ma place. Bon. Juste pour comprendre, je vous pose la question. Vous d'accord. êtes au courant et c'est vrai, c'est ça? Bien sûr que je suis et au courant. Moi, je suis en train de le croire là. D'accord, d'accord, moi aussi je le crois. Et je vous pose une question, est-ce que de sa faute? On vit dans une société où, malgré que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne aussi. انت في بلاستي واش دير؟ اي راك في بلاستي انت واش دير؟ انا في بلاستيك. اه سقسيتني. اه انا نشوف وليد فاميليا وخدام والاخر، نشوف بنتي ولا وليدي هو اللي راهو حايب، ما عندي حتى هضره. لا 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 ولا جيب لي اك دو نيسونس، جيب لي اك دو نيسونس، جيب لي اك دو نيسونس فيس دو اي دو. ولا غيرك ظالم، ولا غيرك ظالم، مانيش ظالم. ما بنتو كل حاجه بالمكتوب، مانيش ظالم والله. ما تعجبش روحك باخا، مانيش ظالم. مادام كجد انت زعما جيت لك نقول لك اعطي لي بنتك، مادام نورمال تشوف لي خدام الاخر. شوف 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 حنا المجتمع تاعنا ما يرحمش هكذا. مادام جيت تخبي معايا زعما كان يقبل ولا نجي نعاونك ونجيب لك يدير لك الحلوه ونجيب لك اللي كيرك الصاله. الحمد لله ما كاين مازال الناس تاع خير. معلوم تعاونك الفحله الجزائريه يا الزوالي، معلوم ما يخليوكش وحدك في مجتمع قلبه كبير كما تاعنا، هذا واجب عليها والله يجازيها. كان يقول لك ولد الحرام يبقى ولد الحرام. حاشا حاشا حاشا، لان انا على كل حال سامحني سامحني، يفوق تلصق بيتيز في هو ما عنده حتى حاجه، هو مسكين اللي في نيو موند، ما على اللي في نيو موند ما على بالناش لي سيركونسونس واش كاين، على بالناش ان شاء الله يجيب ربي سعه الخير. هذا ما توقف هكذا الحال، ان شاء الله ما توقف ان شاء الله. وماذا بك ما تزيدش؟ كي تهضر مع عموم الا تنجم تتصل بهم ولا تهضر معاهم ولا تطلبهم يهضروا معاك، باسكو انت ما يسمع لك. هذا تاع لاسيستونس، هذا كيما يقولوا وليد الحرام، عنده لا باب لا يما. وليد الحرام؟ لا 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 لا، هو ذنب ماشي ذنبه هو على كل حال، ماشي ذنبي او قالها لك نفهمو باش فهمت. وهذا الكلام هذا تاع الاخر ماشي مليح ما تقولوش، يعني باسكو هذا وليدنا على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، صرا اللي صرا هذا، حنا اون انترفيان با دون سي بارون هكذا.
ماشي كنت من بعد انت اللي بهذه بنتك حبيت تناسبو الله يبارك سي با بور سا حبيت ما تناسبوش قول له لا ما ناسبكش الوحدي يسحق الطفلة يديها ويروح الله يسهل عليه يروحوا يعيشوا مع الناس والناس يجيبوا لهم الماكله بصح حتى يرزقهم يكتبوا الخطوط نعطيها له بيان سور ورا المشكل مدها له وما تخافش كلمتك هي اللي تبقى راس مالك وبربي تلقى سعادتها افضل مع الزوالي اللي كان يعاني واعرف ان الثقه ميزانها بزاف غالي الناس شوف الناس ما تدي النار ما تدي الجنة ما تزيد في الرزق ما تزيد في الصحة ما تنقص ما تزيد في المال ما تديروا الناس زيادة الناس كي هما كي الحجر كي الشجر الناس زيادة ولا هو يعيش حياته ومعاه هي تعيش حياتها ربي سهل ومعاد كي تحاسب هذا كي يدخل في قبره ما يتحاسبش على أساس اسمح لي انت 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 لو كانت تروح دروك تخطب طفلة اللي ما عندهاش مواليها اللي ما عندهاش مواليها جابوها من لاسيستونس ما عندها لا باباها ولا يماها طفلة بنت حرام صافي بليزير عندي اجر عليها عندك اجر انا بون باش تقول يعني هو الذنب تاعو الى كان الغلب هو سيتين كما قال الاخر وربي قال في الايه قال لك ولا تزير وزيرة وزرة اخرى سيتادير سي با باسكو لو بونوم والديه غلطوا ولا داروا ولا هو يخلص او كونترير عندك الحق تخير قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما اتاكم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه شوف الا كان عنده لي كومبيتون تاع الدين مخلق مدين وكذا كذا لا هذيك سيبارون اسمح لي سيبارون لا غال هذا ما نقول لكم هذا سي تو سكو جو بو دير صح عمو كان جات بلاستيك كان جات انت بلاستيك تقبلوا لا شوف انا ما نجمش انا جون ريبون باس شوف انا جون ريبون لا ماشي لا ماشي عليه ولا انا جون ريبون باس كي تجي باسكو في كل حاله لكل حاله كيما يقول جون با ريبون دور سي ديجا قال انا لو كان صرالي جو فري سا انا ما نهضرش هكا انا كي صرالي جو بروندري لا ديسيزيون كيف اللي حبي يا الحاج سقسي اللي حبيت اسمح لي سقسي اللي حبيت حب نسقسيه سقسي اللي حبيت انا راني حاب نخطب بنتو ما عنديش والديه ما ديا ميتين ما حبش على جال باسكو انا ماشي خاطب بنتو ما عنديش والديه قبلها انت نورمال تبدي بالحرام تعرف شنو اللي حرام لا الراجل تاع العائله ما يتقاش بابا ويما يتقاش هو واش يسوى هو شكون بصح وشنو بابا تيموت يدخل في القبر لين ما تموت الدنيا تخلص معاناة وصعوبات هذا واش عرفت هذه الفئة من المجتمع منذ أن فهمت أن حياتها قلعت وسلعت ومعها رزمة من الابتلاءات ما كفاهاش حرمان الوالدين ونحب نزيد نحرموهم من حق الزواج اللي سماها أفضل خلق الله بنصف الدين إذا صرت غلطة من قبل ازديادهم هذه ما هيش غلطتهم والله ما راحش يحاسبهم عليها واش ذنبهم إذا سميناهم مجهولين النسب والله سماهم عباده الصالحين ونسبهم كلهم لآدم إذا كانوا حقا من المؤمنين إذا اختارك الله باش تناسبهم راح تكون محظوظ في الدنيا وفي الآخرة وراح تكسب حبهم وحنانهم ومودتهم اللي تمنوا من صغرهم يعطوها لعائلتهم